السلام عليكم ورحمة الله. سؤال بسيط، أنا عقاري أنزل من سعر السوق وحاب أصعد بتسعيرة عقاري، فهل أروم دايركت أصعد لين سعر السوق؟ في دبي لا، ما تروم دايركت تصعد لسعر السوق. فعلى سبيل المثال إني نقارن كم سعرك وكم سعر السوق، كم الفرقية بين سعرك وسعر السوق؟ فعندك الفرق 0-10%، 11%-20%، 21%-30%، 31%-40%، 40% وانت طالع. فعندك إذا كنت في الخانة الأولى اللي هي بين 0-10% أنزل من سعر السوق، مو مسموح لك تزيد أي مبلغ. إذا كنت بين 11-20% من سعر السوق الفرقية أنت أنزل، مسموح لك تزيد 5%. وهالمجرة 10% تروم، 15%، 20% ماكسيموم تصعد 20%، هذا إذا كنت فوق 40% نازل من سعر السوق. إنزين يا عبد الله، والله عقتنا بالأرقام، وايد أرقام. خلنا أخذكم على مثال. على سبيل المثال سعر السوق اليوم في العقار الفلاني 100,000، وأنا مأجرنا 85,000. 85,000 يعني أنا 15,000 أنزل من سعر السوق، لو بتحسبها بتكون 15%، فأنا بطلع في الجدول مو من 0-10% الفرق، 15 يعني من 11-20%. ففي هالحالة مسموح لي 5% أصعد من إيجاري، 85,000 أرفعها 5%، وهذا بيكون إيجارك المسموح لك قانونيا. طبعا يعتمد أنت بالنسبة لك تروم أقل من 5%، بس هذا ماكسيموم تصعد 5%، أنت أقل ب 15% ما تروم تصعد 15%. عندي سؤال لكم بسيط، بحب أعرف هل فهمتوا الحسبة ولا لا. على سبيل المثال أعطيكم مثال وأتمنى تشاركوني بإجاباتكم. على سبيل المثال أنت عندك عقار سعر السوق اليوم 80,000، سعر السوق اليوم 80,000 وأنت مأجرنا 60,000، فكم مسموح لك تصعد في إيجارك؟ السؤال بسيط، أتمنى اللي فهم الفيديو يجاوبني يشاركني، وأتمنى كان الشرح بسيط. تحياتي عبد الله كاظم، ومع السلامة.